السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن فرقة تطوعية في مدينة رمناز من منظمة نفسج وفرقة الدفاع المدني، نعمل من الصباح الباكر من الساعة 4:30 فجرا لغاية الآن بإخراج العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين ونقل الوفيات. لحد الآن بلغ عدد الإصابات في مدينة رمناز أكثر من 60 مصاب وأكثر من 17 وفية في مدينة رمناز لغاية الآن، وما زال فرقة الدفاع المدني وفرق منظمة نفسج تقوم بإخراج العالقين تحت الأنقاض لغاية الآن. أدى زلزال اليوم إلى تهدم أكثر من 8 مباني في مدينة رمناز مكتظة بالسكان شمال البلدة. استيقظنا الصبح على صوت زلزال قوي، يعني مسكت الاولاد يعني انفذ فيهم، وفجأة البنايات اللي حدي صوت ضجيج، بنايات عم تنهار على الارض، والله شيء مخيف جدا. الله يرحم المات ويشافي الجرحى يا رب. سيارة.